طيب عندهم من عقائدهم انه الاسلام لم يكمل، جيب الرساله الثانيه للاسلام الصفحه 134. وطبعا الكتاب ده من اسمه؟ اسمه الرساله الثانيه للاسلام. وقالوا قال الرساله الاولى دي انزلت على محمد، واتحداك دي كتب الجمهورين اشتريناه منهم، ما بتلقى بعد ما يجيبوا محمد ما بيجيبوا صلى الله عليه وسلم. ده نموذج كتاب اسمه طريق محمد. محمد منه؟ ما بصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما في جمهوري بيصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حيقدر يصلي. ليه؟ لانه ما مقتنع به رسول. طيب كده خلينا في الموضوع. ده كتاب الرساله الثانيه من الاسلام، هذا اللي اشتريناه من معرض الخرطوم ببري، ارض المعارض ببري. الناس اللي بيعتقدوا انه الاسلام لم يكمل، ده كلام محمود محمد طه. وده الشيء اللي كان داري قري والقراي لاولادكم انتم، ما يقتنعوا بالقران، يقتنعوا انه الاسلام ما كامل، عشان يمرقونا نحن نبقى مسلمين اسما. لا بنقتنع بالقران ومسلمين، لا بنقتنع بالرسول صلى الله عليه وسلم ومسلمين، ولا بنقتنع انه الاسلام ده دين كامل ومسلمين. عرفتها؟ الصفحه رقم 134 الباب السادس. قال محمود محمد طه، هذا لكتاب، بعد ذاك نشوف هل قتل ردة ولا قتل سياسة. عرفته؟ هنا قال: وقد ظن كثير من الناس أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم تعني أن الإسلام كمل عند الناس وانتهى إلى قمة كماله يومئذ. وهؤلاء حين يقرؤون قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يعتقدون أن تبيين القرآن قد تم، وليس هناك أمر هو أبعد من الصواب من هذا الرأي. يعني القرآن لسه ما كمل. اليهود يا محمود محمد طه يبقوا أحسن منك؟ جل عمر بن الخطاب عارفين إنه الدين كمل، قالوا له كما في البخاري قالوا إن عليكم آية، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له عمر: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عرفة. ربنا سبحانه وتعالى أكمل الرسالة وأتم الدين وأكمل الشريعة الإسلامية، فهي شريعة كاملة مهيمنة على ما سبقها، جاءت بمصالح الدين والدنيا. لا يحكم عاقل درس ما فيها بإنصاف، ولو لم يكن مسلما إلا حكم بأن ما جاء في القرآن كله حق وكله عدل وكله صدق وكله هداية وكله إصلاح. لكن يا أخواننا اللي بفهم الملاح ده شنو؟